من حلب مباشرة ينضم إلينا وليد هناي مراسل الإخبارية السورية ليرصد لنا رأي الشارع الحلبي بهذه الخطوة الحكومية. تفضل وليد. نعم، تحية لك حياك الله. زميل إياد من مدينة الانتصارات. واليوم نحن نتحدث عن وفد وزاري يضم 15 وزيرا ويترأسه رئيس المجلس المهندس عماد خميس. اليوم نتحدث عن جولات للوزراء في مدينة حلب، لا سيما بأن الغرض من هذه الزيارة هي العمل إلى إعادة تهيئة مدينة حلب خدميا أو لربما اقتصاديا. وأيضا في الحديث الذي تحدث فيه السيد عماد خميس استعرض من خلاله العناوين الرئيسية لأهداف الزيارة على مستوى الخدمات والبنى التحتية وأيضا إعادة تأهيل مطار حلب الدولي، ولكن كل ذلك يتطلب أيضا مطالب من الشعب الحلبي، وسوف ننتقل لنستطلع آراء بعض منهم. يعطيك العافية. اليوم نحن متواجدين في مدينة حلب، وفد وزاري وصل لهي المدينة، كمواطن حلبي شو مطالبك؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله يا رب كل سنة أنتم سالمين، وإن شاء الله هيك نحن نتمنى نحن من الوفد انه يكونوا يعني يعيدوا اعاده تاهيل لحلب ولسوريا كلياتها، ونطلب منهم اول شيء المي والكهرباء ويكونوا يعني مصداقيين بكل شيء، وهن اكيد ان قد الحمل وقد المسؤوليه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا لك. وبحب اعايد السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الاسد جيش وشعب، وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أيضا. يعني إذا ما انتقلنا إلى المارين من ساحة الانتصارات، يعطيك العافية أستاذ، كيف الصحة؟ اليوم نحن عم نشهد تواجد لوفد وزاري بمدينة حلب، كمواطن حلبي شو مطالبك؟ والله يعني الله يعطيهم العافية، لازم يشتغلوا على هالبلد يعني يبنوها، لأنه حرام تهدمت كثير، لازم يرجع علاقه ويرجع تجارته ويرجع شعبه ويرجع كل إلى يتحابوا ويتضامنوا ويشتغلوا كلهم مع بعضهم ويأمنوا هالشغلات الهامة للمواطنين. يعني حرام وينصرنا جيشنا اللي هو نصرنا بهالوقت، وينصر رئيسنا وحبيبنا بشار. الله يسلمك. شكرا كثير لك. يعطيك العافية. حضرتك كمواطن حلبي بدنا نحكي عن مطالبك من الوفد الوزاري اللي هو الآن متواجد. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى ينهي الأمور على خير، بس هالأمور هي تنتهي. شو بتطلب منهم كمواطن حلبي اليوم؟ ننتهي إنه يشتغلوا بقلبه رب يعني، ويخلصوا هالبلد من الأنقاض بالنسبة لحلب القديمة وحلب الشرقية، وهون يعتنوا شوية غاز شوية مازوط هيك من هالحكي هذا، وإن شاء الله منصور سوريا إن شاء الله الله نصرها على جماعة آل سعود والوهابية، وإن شاء الله تحت إجرينا إن شاء الله يا رب. الله. يعطيك العافية. كمواطن حلبي اليوم شو ناقصك؟ والله ناقصنا بس التدفئة والمي والكهرباء وهالشغلات، ويفتحوا هالطرق حوج، تعبنا لأني نحن كتير تعبنا. طيب اليوم الوفد الوزاري في مدينة حلب شو بتطلب منهم؟ عم بطلب منه أن الله يعطيه العافية وكتر خيرهم، فتحوا هالطرق يعني ونظفوا المدينة، ويوم اللي ما عم تشوف الطريق مفتوح هي لحالة بتأمن أني ما بقي إرهابيين والله يخلينا الدكتور بشار حافظ الأسد، لأني نحن بلاه ما بنسوى شيء. شكرا. والله يكرمك يا رب. شكرا لك. يعطيك العافية عم. اليوم بتعرف أنه في وفد وزاري زار مدينة حلب والآن متواجد. أكيد. شو بتطلب منهم؟ بطلب منهم أنه هالحواجز اللي شالوها والسواتر اللي شالوها الله يعطيهم العافية ويجزيهم الخير، بس كمان يهتموا بالمناطق اللي طلعت منها الإرهابيين مثل بستان القصر والسكري، هالأتربة والسواتر وكذا، والشوارع كلها ما بنمشى فيها. أكيد. وبالنسبة للبعض ذات النفوس الدنية يعني عمال بيصير شوية يعني معلوم. أكيد. ما في داعي للتوضيح أكثر. طيب. من ذلك بدنا نحكي الغاز متواجد، الخدمات، المي حاليا كأنا. أنا ما زلت لهنيك، ولكن سمعت إنه نزل بعض المولدات للأمبيرات، يعني صار في تواجد، في تسجيل على الغاز هنيك، في تسجيل على المعونة، عارفين شو؟ هذا كله بفضل جهود المسؤولين والمعنيين، عارفين شو في مدينة حلب. العفو. شكرا لك. لو انتقل ايضا اياد الى المارين في وسط مدينة حلب، سعد الله جبري، يعطيك العافية استاذ، كيفك؟ اليوم اكيد بنعرف انه في وفد وزاري زاير مدينة حلب، شو بتطلب من الوزراء اللي زايرينه كمواطن حلبي؟ يعني هي احتياجاتنا المعروفة، الكهرباء، الغاز، المي، هاي الاهم شيء يعني. أكيد. يعني وسائل المعيشة. نعم. أهم شيء بس. يا رب. شكرا. والأمن والأمان يرجع مثل ما كان أول. شكرا لك. تفضل. أولا السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا رب. نحن بحلب وأنا صار لي تقريبا 5 سنين هون. من حي صمودك شو بتطلب من الوفد الوزاري؟ أنا ما بطلب لو أني أكل من الأرض
وبتمدد بهالساحه شتاء وصيفا اخي وما بدي شيء، بس انه بكرامتنا احنا بوطننا، واسمعنا انه الحكومه جايه كلياتها هون، فنرفع راسنا بهذه الحكومه وبسياده الرئيس بشار الاسد. والسلام عليكم. مشكور عم مشكور. اكيد يعني كلمات هي تعبر عن صمود اهالي حلب وانتصارهم. والان هذه هي المدينه، وسط مدينه حلب، اياد سعد الله الجابري. هذه الساحه لم نكن نجوى بالوقوف اليها، ولكن بفضل الجيش العربي السوري وانتصارته اليوم نتواجد عليها لتسجيل ولإرسال رسائل المدنيين من هذه المنطقة الذين يتحدثون من خلالها عن الصمود والانتصار ومطالبهم باتجاه الوفد الوزاري الذي الآن متواجد هو في مدينة حلب. إذن حتى لحظات هذا هو الاستطلاع، وهذه هي مطالب الشعب الحلبي باتجاه الوزراء المتواجدين في مدينة حلب. نعم إياد. شكرا وليد هناي، مراسل الإخبارية السورية في حلب، شكرا لك.